knows the secret. أهلي وأحبتي في العراق وخارج العراق، اليوم عندي رسالتين. الرسالة الأولى إلى أهلي وأحبتي في العراق من شيعة العراق العروبيين الأحرار اللي صاحوا إيران برا برا بغداد تبقى حرة. هذه الكلمة اللي هزت عرش إيران. الرسالة الثانية إلى أيتام خميس الخنجر اللي من أول فيديو نزلته عليه وعلى فضايحه وسرقاته باسم النازحين شنوا حملة عشوائية بكل الصفحات الاجتماعية. أكمل رسالتي الأولى. أهلي وأحبتي في العراق، من أول يوم تكلمت معاكم ما قلت في يوم من الأيام شيعة وسنة، ولما أذكر شيعة أقول أهلنا وأخواننا. كثير من الصفحات روجت بأنه أنا شخص طائفي وضد أهلنا الشيعة، أنا طائفي للنخاع ضد إيران وضد أي شخص يتعامل مع إيران وضد أي شخص ينتمي إلى ميليشيات إيران، إن كانت ميليشيات ما يسمى بالحشد المحشي ولا الشعبي أو العصابات اللي جتي بعد 2003. أحيي أهلنا بالديوانية في البصرة والناصرية والكوت والعمارة اللي طلعوا مظاهرات ضد إيران وقاموا هذه الكلمة اللي دمرت عرش إيران وتقول لهم احنا عراقيين عمركم ما تحكمونا، يا بلاد الفرس يا بلاد المجوس يا بلاد كسرى. من قالوا عراق برا برا هذا العراقي هذا الشريف هذا الأصيل بكل طوائفه. ما عندي شيء اسمه شيعة وسنة، الكل أهل ونسابة ابن أخت وخال وعم. فهذه الكلمة ما شيعة وسنة جابوا لنا إياها أهل 2003 اللي دخلوا باسم الطائفية باسم الدين وباسم المذهب وباسم المظلومية ودمروا العراق وسرقوا العراق وشتتوا أبناء شعبه. فيا أهلي يا عراقيين، أعيد وأكرر، أي تعليق ضد أهلنا الشيعة ما مقبول نهائيا. سبوا إيران، سبوا الميليشيات، سبوا اللي تدعم إيران واللي ويا إيران ويا أي شيء اسمه إيران، أنعلوا والد والديهم. بس أهلنا الشيعة اللي أرجو من عندكم بأنهم ما يغلطون عليهم، لأن بكل ملة وبكل ديانة وبكل طائفة وبكل قومية بالصالح والطالح. كثير من شبابنا للأسف من أهلنا الشيعة انغروا بإيران ولأن عندهم نسبة الجهل كثيرة، ما درسوا ما عرفوا المال العوز هذا اللي دفعهم يدخلون ميليشيات ويصيرون عصابجية ويصيرون تسليب وكل هالشغلات، أو بمظاهر بس يعني تسوي مظاهر قدام الناس بأنه أنا حامل هوية، أنا سرايا سلام، أنا عصاب أهل الباطل، أنا فلان، أنا علام بدر، هالميليشيات اللي طلعونا إياها من حانة ومانة. ولهذا أرجو من كل أخوتي على صفحات الفيسبوك تويتر بأنه لا يسبون أهلنا الشيعة، واللي يقول هذا دا يجامل أنا لا أجامل ولا عندي خوف من كل أحد. بس اللي تعرفوه انتو قلت لكم قبل، ام ابن عمر شيعية من كربلاء، قح شيعية قح، بس هي ضد هذول العمايم والمراجع والصفويين. خوال جهال اختي رجلها شيعي، يعني شلون اروح اقتل جهال اختي ويتمهم بانه والله انا ضد الشيعة؟ هذا كلام فارغ، هذا كلام غير منطقي. فرجاء العشائر العراقية والعوائل العراقية أغلبها سنة وشيعة، يعني شلون نذابح بيناتنا حتى إيران تأخذ العراق كله؟ ولهذا أكرر رجائي لكم يا أخوتي يا أحبتي، العراق واحد بكل شعبه
طوائفه دياناته كله واحد، اللي عراقي ما يسب احد، هذا اللي تعلمنا عليه وهذا اللي عشناه طول حياتنا. الرسالة الثانية، قبل اسبوع او 10 ايام اول فيديو نزلته على المجرم اللي مسمي نفسه شيخ وهو خميس الخنجر، يعني المهرب اغنام وسجائر صار شيخ بين ليلة وضحاها بعد 2003، ويا مكثر الشيوخ بعد 2003 شيوخ المانيفست. من نزلت الفيديو، طبعا هذا الرجل عنده فلوس يقدر يشتري اللي يريده، وعندنا كثير من ضعاف النفوس وناس غير متربية قاعدين ما عندهم شيء، ما عندهم شغل عمل، قاعدين بس يسوون قصص أو يلفقون قصص على النت. فواحدة من القصص، أكو شخص على الفيسبوك يدعي نفسه اسمه فواز الفواز، أنا لا أعرفه ولا عندي علاقة به ولا أي من هو هذا الشخص، مين أصله فصله شنو كان يشتغل، ما أعرف نهائيا ما أعرف. سألوني كثير بالفيسبوك منو هذا الشخص تعرفه، فقلت لهم لا، ما لا أعرفه ولا عندي علاقة وياه ولا أي شيء. قالوا لي يكتب على خميس الخنجر أو يطلع فضايح، قلت لهم والله أنا ما أعرف الرجال. فبعد ما نزلت أول فيديو بدأوا أيتام خميس الخنجر أو الحاشية مات من أنا أسميهم جيش النت يلفقون قصص، سووا على أساس محادثة بيني وبين السيد فواز اللي أنا ما أعرفه. طبعا هلقد ما هم أطفال وسذج عملوا شغلة حتى الطفل يضحك عليها، طبعا اندزوا لي اياها قمت اضحك عليها، ناس طبعا لان سذج جهل راسا صدقوا بيها، فهذا الشيء يخصهم. يعني حطوا محادثة بانه انا هذا شو اسمه فواز الفواز بانه قال لي عاشت ايدك او كذا. اخويا بلكي طلع المحادثة خلي يشوفوها شلون ترتبت. طبعا دا تشوفون بانه هذه المحادثة على اساس انا وفواز الفواز. فمن الكلمات هذه، طبعا هذا مو اسلوبي لا بالكتابة ولا بالرد ولا على اي صفحة او نت او يعني نقول الفايبر او واتساب، هذا مو اسلوبي ولا اني احكي ويا شخص ما اعرفه بهذا الاسلوب. والناس اللي يعرفوني كل الزين واللي عندهم رقم التليفون مالتي يعرفون كل الزين انا بحياتي ما حاط صورتي لا على واتساب ولا على الفايبر، حاط صورة بنتي الله يرحمها وحتى مو اسمي حاطه، حاط رمز مجرد رمز، والناس اللي يعرفون ما يعرفون الرمز هذا ويتصلون بي. فلما نشرت هذه انا دخلت عليه قلت له انت فواز الفواز او كذا، انا اتصلت بيه قلت له طيب اذا اتصلت بيه اعطيني الرقم اللي اتصلت عليه. فشي دزلي رقم القناه مالت القادسيه، انا لا عندي رابط قناه القادسيه الرقم مالتها ولا ابد، ناس شباب قاعدين يردون على اسئله او الاستفسارات، واصلا التليفون مال رقم القادسيه مو يمي. فقلت له طيب قناة القادسية الفايبر مالتها اللي راسلنا وكذا يعرف علامة قناة القادسية عليها، زين اني الصورة ما تختلف عن القناة القادسية، ونهائيا انا ما عندي اي علاقة بالتليفون، ما استخدم تليفون قناة القادسية لان مو عندي. فبعدها فواز الفواز يقول هو الحقيقي او الناس اللي بعثوا لي صفحته دز لي رسالة قال لي اخي استاذ لطيف هذا صفحة مزورة وهذا قام بها ايتام خميس الخنجر حتى يوقعون بيناتنا، لان انت كتبت عليه وحكيت عليه وانا اكتب عليه، فرادوا يضربونه واحد بواحد. فاني ما رديت قلت له غير اشكرك اخي وكذا، سووا تبليغات على الصفحة مسحت اللي كلها. قاموا عصابات ايران يستغلون هذا الصور اللي نشرت واللي هم طبعا بفعالهم او من جماعة خميس الخنجر، لان صار عندي الحمد لله كثير اعداء، لان اذا احكي على السنة يطلعون لي ايتام خميس الخنجر، اذا احكي على
الميليشيات يطلعوا لجماعة مقتدى وجماعة عمار وجماعة بدر وهالصخور اللي جونا بالعراق. ولهذا أقول للخميس الخنجر، خميس الخنجر، ملياراتك ما راح تفيدك، ولا قطر اللي حاميتك ولا الإمارات تدعمك بالفلوس راح تحميك. أنت نهايتك أما القبر أما السجن، أخذها عهد رجال من عندي، لأن الرجال كلمة والكلمة ما تصير اثنين. أنت ومليارتك هذا كلبي ما تهزه. زين، أنا لا أعرفك ولا أريد أعرفك، وأتصور اللي كان وسيط يحاول يصالحنا وهي السفارة الأمريكية، قلت لهم ردي بالصريح، قلت لهم أنا ما أتكلم مع حيوانات، وتصور رسالتي وصلتك وانت رديت عليها وحاولت تغريني بالمال، تغريني بالمنصب، فهذا المال اعطيه الناجح الميزان اللي بصفك او علي حاتم السليماني اللي دمر اهلنا بالانبار. ولهذا انا اشكر كل العراقيين اللي وقفوا معايا، واشكر مرة ثانية كل اهلنا الشيعة اللي صاحوا بصوت عالي ايران برا برا. اشوفكم على خير.